المركز الحمد لله يحظى بدعم معالي وزير الإعلام الدكتور ماجد القصبي ورئيس لجنة تيسير الأعمال الأستاذ خالد الغامدي فيما يحقق المصلحة المرجوة من المركز. طبعا المركز يعد من أكبر المراكز الأرشيفية على مستوى المنطقة، حيث يحتوي على أكثر من 467 ألف مادة تلفزيونية وأكثر من 700 ألف مادة إذاعية. ولله الحمد المركز يقوم عليه شباب سعوديين عندهم الخبرة والتجربة في مجال الأرشفة الرقمية وعلم البيانات. نتطلع إن شاء الله للمستقبل نكون المركز ينافس على المستوى العالمي التقنيات الحديثة في مجال الأرشفة الرقمية. في غرفة عمليات مسؤول عن كافة الإجراءات هذه، تتأكد من هذه العمليات أنها صحيحة ومتقنة وسليمة. فهذا المركز راجع فيه زي ما انت شايف كل العمليات اللي موجودة، وحنا حريصين على أنه نقدم خدمة للمستفيدين بحيث أنه عامل الوقت والمعلومة يكون عنده سريع ودقيق ويستفاد منه بشكل أفضل. خلال الفترة السابقة تم دمج جميع مكتبات هيئة الإذاعة والتلفزيون تحت سقف مركز الأرشيف الرقمي، مما جعل لدينا محتوى ثري لكافة المعلومات في المركز. فنقوم احنا بعملية الرقمنة هنا ناحية الفارز وبعدين نضيفها. طبعا مش فقط انه يعني رقمنة او تحويل المادة، لا، حتى كتابة البيانات الأساسية للمادة بحيث انه يصير سهل إضافتها بعدين في نظام الأرشيف والبحث عنها والحصول عليها في أقل وقت ممكن. قسم تحسين البيانات مسؤول على أن تكون البيانات مصنفة بشكل صحيح مع مراعاة المعايير العالمية، ومحتواها يكون ثري بحيث نستطيع تقديم خدمة للمستفيدين بشكل أقوى وأفضل. نحن في المكتبة السمعية نملك محتوى سمعي يتكلم عن هوية وتاريخ وثقافة المملكة العربية السعودية، ولدينا العديد من المواد السمعية المنوعة.